موالفين كنمشيو ب 80 درهم 100 درهم، دابا قالك 150 درهم. مالنا خويا غاديين لطريفه حنايا، غاديين لاسبانيا. كنت تنمشي ب 70 درهم، دابا راه تقريبا 120 درهم. هاد الاثمنه هادو هنايا تشناقه اللي كاينين هنايا خويا، هما اللي مطلعين السوق عندنا هنايا. انا سامع الدوله بان كيدعموهم، ولكن هاد الشيء هذا الزياده ما تفهمتش كيفاش دابا. والله يكون في العون اخي، والله ياخذ فيهم الحق. انا داعي فيهم خايبين وبينك حتى ليهم القيامه بالله. فيك اخويا علينا وعليك وعلى جميع المغاربه. ان شاء الله الخميسات اخويا. اخويا جينا البارح والبارح ثمن خيالي، موالفين كنمشيو ب 80 درهم 100 درهم، دابا قالك 150 درهم. مالنا اخويا غاديين لطريفه حنايا، غاديين لاسبانيا. راه حنا في المغرب زعما، في بلادنا، بغينا نشوفوا والدينا اخويا وصافي. السبب كيقولك المازوط اخويا حاجه باينه. انا خميسه اخواتي انا والعشير غادي ندوزو اخويا مع مال الدار العيد ان شاء الله. اخواتي اللي كاين والاسعار طالعه اخويا بزاف. كانت اخويا ب 80 درهم، كنا تمشيو في الكار، دابا تيقول لك 120 درهم باش تشري القنيطره، ومن القنيطره للخميسه عاوتاني ب 60 درهم. ولا شوف شحال، يلاه بشحال تقام عندنا مركم 200 درهم. هاد الاثمنه هادو هنايا تشناقه اللي كاينين هنايا اخويا، هما اللي مطلعين السوق عندنا هنايا. كيستغلوا العواشره بزاف اخويا، بنادم راه بهاد العواشر كذا هادي تعاملوا معانا. نمشيو حتى حنا ندوزوا العيد مع والدينا وكذا. اخي مشينا حتى للكيشيات لقيناهم حتى هما عامرين، تيقول لك الكار راه عامر قبل ما يلحق، تيقول لك راه عامر. مشيت لاكار تي جي في كاين، التران عادي ما كاينش، فهمتي؟ شوف كيفاش القضيه اللي كيبقاو يستعملوا معانا في هاد العواشر هادي اخي. جينا هنا عاوتاني حصلنا مع هاد الشناقه هادو اخويا، فهمتي؟ كتشوف انت نورمالمون مولف كتمشي كاع ماكسيموم 100 درهم، وانت في هاد العواشر هادو العائله غتمشي غتزور الحباب وتصله الرحم، غتمشي ب 200 درهم اخي. واش بقيتي واش غدبر على الوالدين باش كدا وهادي؟ والله يكون في العون اخي، والله ياخذ فيهم الحق. انا داعي فيهم اخي بيني وبينك حتى ليهم القيامه بالله، حيت هادشي اللي داروا راه المنكر هذا صاحبي. شوف الناس اصاحبي كيفاش دايره ليه معدبه صاحبي، والله الا حشومه غادي يسلى ان شاء الله. لا كتاب الله ان شاء الله. مرحبا. اسعار كنا تمشيوها ب 60 درهم، تجاو لطنجه ب 60 درهم 100 درهم 40 درهم. هذا غير مثل امثل شي ترونسبور، هذا شي غير مثال، وما بالك بالخضره. الناس راه خدامها لاعبينها بيناتهم، ما جاتش العربيه لاعبينها بيناتهم. واخا خويا سيدي قاسم ان شاء الله كاين ارتفاع الاسعار خويا. الله يحسن العوان كما تيقولوا للشيافر الموالي الكيرا، الله يحسن العوان حتى للمواطن عاوتاني. كنت تنمشي ب 70 درهم، دابا راه تقريبا 120 درهم، يعني تزاد البري شويه. ولكن تاهما عاوتاني راك عارف المازوت زايد عليهم. الله يحسن العوان لكل واحد، المسافرين يصبروا شويه، موالي الكيران يصبروا شويه، وهاد الوجيبه هادي راه دايزه. واش غادي نقول لك دابا؟ كل عواشر ان شاء الله، فهمتي؟ ملي كيجي العواشر الانسان كيزيد واحد البركه، فهمتي؟ في بياخي كيطلع عامر كيرجع خاوي، فهمتي؟ انا بديت تاكسيستا، فهمتي؟ كنطلع عامر كنجي خاوي. وفي هذه اليومين العواشر والسالة ماشي دايما. انا القصار تطوان العرايش في ما في مكان ماشي الناس مرحبا. واش غادي نقول لك؟ بقينا على الله، بقينا عامر صافي يا اخي بصراحه. يلا على نبدا عند العشيه، فهمتي؟ اي والله دابا انا القصار شحال تعمر مثلا 100 درهم، فهمتي؟ غتطلع في لوطوروط غترجع خاوي صافي. شحال غتزيد 30 درهم ولا 20 درهم في البلاصه؟ صافي في العواشر وصافي، اليومين العواشر وصافي، ماشي شي حاجه، فهمتي؟ ان شاء الله قنيطره. واش بغيت المركب ولا والو؟ لا ولا والو ما كاينش. والاسعار شحال كنت كتمشي؟ ماشي بحال اللي كنا دابا، ماشي بحال اللي كيف شحال تقريبا زادوا عليكم الفلوس؟ دابا كنمشيو في 60 درهم، دابا رجعت واقيلا 75 80. وهذا الترونسبور ناقص والو ما كاينش. دابا كيقول لك كاين غير مكناس فاس. انا قطعت الورقه بالحق غاليه، فهمت؟ حسين مال حسين مال هذا كيقطعوا 200 درهم، قال لك ما كاينش. ما جيت لهنا قطعتها 150 درهم، فهمت؟ شحال كنت كتسافر ايام هذه؟ ايام هذه كنت كنسافر لتركيز 100 درهم، دابا 150 درهم. المناسبه كامله هذا ولا هذا المره؟ لا في العيد وصافي، ولكن في الايام العاديه 100 درهم، فهمت؟ ما سقسيتش دابا على حساب هاد الاسعار وصافي، اللي كلشي زاد، فهمت؟
انا سامع الدوله بان كيدعموهم، ولكن هذا الشيء هذا زياده ما تفهمش كيفاش. نقول لك اخاي قطعنا الوريقه ديالنا خويا، ولكن راه شي معاناه شي حوايج راه لا اله الا الله. الورقه في النورمال اخي كتقطع ب 120 درهم 80 درهم باش كنهضر مع الناس، ودابا اخي 130 درهم 130 درهم وما كاينش المرد. والله ما كاين المرد. شنو في رايك السبب هذه الزياده؟ خير السبب راه واضح على العموم، راه كلشي كيشوف. اما صوت الزيادات ديال هاد المحروقه حتى زياده المواد الغذائيه الا الراتب ديالنا هو اللي ما تزادش. لكن علاش زعما تا كقرب العيد عاد كيزيد؟ يعني الناس كيستغلوا هاد الفرصه هادي اخويا. كاين انسان شحال من واحد كينتظر غير هاد الفرصه باش كينتازها. حتى دابا كاين ترونسبورت كيجيو لهنا خصهم يخدموا بلايص. انتم عارفين الناس مساكن ضاربه مع الوقت، انت كتجي كتقول له 150 درهم باش نهبطك، هو الكار داير له 130، هو كيدابز باغي يركب غير ب 100 وانت كتزيد تغلي عليه. زعما الله يدير شي تاول بالخير اخويا مع هاد الناس وصافي، والله يعاون الجميع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.